الليلة، كلام في السياسة، كيف نواجه زيادة أسعار الوقود، وهل من المتوقع حدوث زيادات جديدة؟ لماذا تثبت الحكومة أسعار السولار؟ نفتح الملف ونستمع لكل الآراء والأفكار وضيوفنا. المهندس عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ. الدكتور ماهر عزيز، عضو مجلس الطاقة العالمية. محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. أحمد بيومي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. كلام في السياسة، الجمهورية الجديدة تتسع للجميع، مع الكاتب الصحفي أحمد الطهري. الليلة، الساعة 10 مساءً على إكسترا نيوز.